لما موظف شاطر بيجي له عرض كويس من شركة تانية في مجتمعنا العربي تحديدا، فبيبقى الموظف ده في حالة حيرة كده من امره، ما بين بقى ايه حبه لزمايله، تعوده على الشركة، الامان الوظيفي اللي هو فيه، الاستقرار، وما بين على الجانب الاخر الشركة الجديدة اللي بتقدره ومديه الوضع وهيدوله كمان مقابل مادي اعلى بالتأكيد. فيقوم رايح لمديره ويقول له والله بص انا جاي لعرض من شركة تانية وبمقابل مادي قد كده، وانا بصراحة مش حابب اروح، انا حابب استمر في الشركة هنا، بس يعني خلينا نتكلم في المقابل المادي شوية. او بعض الناس تانيين يقوم جاي كده واخد العرض بتاعه ويقوم داخل على المدير بتاعه ويقوم قال له بص والله ايه انا جاي لي عرض في الحته دي والمقابل المادي قد كده، عاوز نقعد معاكم، يبقى تديني نفس الرقم والصلاحيات او البوزيشن الجديد اللي انا هاخده ده. في الغالب المدير بتاعه ده بيبقى قاعد على الكرسي فيسمع الكلمتين دول فيبدا يرجع له كده شويه بالكرسي ويفرد نفسه ويقول له بص حبيبي روح المكان اللي يعجبك، ويختم بقى ايه كلامه الكتير ده بجمله كده مشهوره فيقول له الشركه ما بتقفش على حد. طبعا مش كل الشركات في الوطن العربي بتمشي بنفس الاسلوب ده، في شركات كتير محترمة جدا، لكن منتشرة قوي في مجتمعنا جملة الشركات ما بتقفش على حد. للأسف الجملة دي خطأ تماما، وياما شفنا شركات كتير اتدمرت بسبب موظف شاطر مش من الشركة، او عامل كويس انت مديتوش الاهتمام المطلوب، او مدير ناجح فقدته لسبب او لآخر. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقة جديدة من اقتصاد الكوكب، معاكم مصطفى الصعيدي، والنهاردة ان شاء الله هنعيش مع بعض حالة حقيقية في ادارة الشركات. هنعيش مع شركة فورد للسيارات الامريكية في الفترة اللي ما بين 2000 ل 2013، الفترة اللي كانت فيها شركة فورد واصلة لمرحلة الافلاس، خلاص الشركة بتنهار، كانت فترة من التخبط وفترة كمان من رحلة البحث عن مدير ينقذها. هنعيش فترة إدارة ألان مولالي، وهنعرف الراجل ده عمل إيه بالضبط علشان ينقذ شركة فورد من الإفلاس. فسريعا بقى كوباية القهوة بتاعتك وركز معايا. شركة فورد الأمريكية هي واحدة من أقدم شركات السيارات في العالم، عمرها دلوقتي تجاوز 120 سنة تقريبا، وهي اللي فتحت الباب أمام انتشار السيارات بأعداد كبيرة وبأسعار في متناول الجميع، بعد ما كانت الأول مقتصرة على الأغنياء وعيلية القوم. شركة فورد بقى يا سيدي مرت بمشاكل كتير وقدرت تستمر، مرت بحربين عالميتين وعدت منها عادي جدا، مرت بأزمات مالية وعدت منها، فضلت مستمرة خلال 100 سنة اللي فاتوا. صحيح يعني قابلت مشاكل كتير، لكن في كل مشكلة كانت بتقدر تعدي منها. بس برضو كان عندهم عيب قاتل، ألا وهو إنهم بعد كل إنجاز الشركة بتحققه يبدأوا يناموا مرة تانية، ياخدوا فترة كده يعيشوا على الإنجاز اللي عملوه لحد ما المنافسين بتوعهم يلحقوهم، فساعتها يحسوا إن السوق بيتسحب منهم فتلاقيهم يعملوا إنجاز تاني وبعدها يناموا وهكذا. واللي هيدقق وراء المعلومة دي هيلاقي إن النظام ده أو الفكرة دي موجودة من أيام هنري فورد نفسه. استمرت شركة فورد يا سيدي إلى أن وصلنا إلى بداية التسعينيات تقريبا، وفترة بداية التسعينيات بالنسبة لشركة فورد كانت الفترة الذهبية، مبيعات هي الأعلى وسط منافسينها، النفط كان رخيص في الفترة دي، الاقتصاد الأمريكي كان بيعيش أفضل حالاته. لكن من بعد 97 سنة 97 كده وعينك ما تشوف إلا النور، الشركة بدأت تتخبط وتاخد منحنى صعب جدا، والسبب هنا كان شركات السيارات الأسيوية واليابانية تحديدا اللي بدأت تعمل مصانع أكتر في أمريكا علشان تتجنب مصاريف التصدير لسياراتها، وبالتالي أصبحت أفضل سعرا من السيارات الأمريكية. ده بالإضافة بقى إلى أن أسعار النفط في الفترة دي بدأت في الارتفاع، والاقتصاد الأمريكي هيتضرب بعد كده بسبب أزمة شركات التكنولوجيا فيما يعرف بأزمة فقاعة الدوت كوم، وخد عندك بقى أحداث 11 سبتمبر ويعني شوية أمور كده حصلت في أمريكا صعبت الدنيا كلها على شركات السيارات الأمريكية وتحديدا شركة فورد. وطبعا مش هننسى أزمة سيارات فورد اكسبلورر
بيمروا مشكلة انفجار الإطارات اللي كانت أزمة كبيرة قوي في أواخر التسعينيات، واتجاب فيها المدير التنفيذي لفورد وشركة فايرستون بتاعة الإطارات في جلسة استجواب كده في الكونجرس، وكانت فضيحة كبيرة للشركتين أثرت بشكل كبير على المبيعات. فالعوامل دي كلها دمرت شركة فورد حرفيا، يعني بعد ما كانت سنة 99 عاملة أرباح تقدر ب 7.2 مليار دولار، لقينا الرقم ده ينزل سنة 2000 إلى 3.4 مليار دولار، أهو برضو ربح. تمام، سنة 2001 ما عملتش ربح، لا عملت خسارة بقى ب 5.4 مليار دولار. السنة اللي بعدها برضو خسائر، اللي بعدها خسائر، فكان الوضع صعب جدا. في الوقت ده بقى يا سيدي كان في شخصية كده بدأت ان هي تاخد وضعها في شركة فورد، ألا وهي شخصية بيل فورد. بيل فورد ده يبقى حفيد مؤسس الشركة هنري فورد، وتم انتخابه سنة 99 ان هو يصبح رئيس الشركة. بيل فورد يا سيدي ما كانش عايز يكتفي بمنصب رئيس الشركة، لا كان عاوز يدخل بقى جوه الشركة ويكون المدير التنفيذي. الكلام ده كان سنة 99. مجلس الإدارة ساعتها كان شايف انه لسه يعني صغير ما عندوش الخبرة، فخلوا بيل فورد يكون الرئيس للشركة ويجيبوا له بقى ايه مدير تنفيذي كده يكون عنده الخبرة هو اللي يمشي الشغل جوه. من سنة 99 الى 2001 جابوا ساعتها اكتر من مدير تنفيذي والشركة مش بتتقدم، بتنهار. بس ساعتها خلاص مفيش بقى مشكلة ان بيل فورد يمسك هو منصب المدير التنفيذي، اخد له برضو في سنتين وبرضو الشركة كانت عمالة تنهار، فايقن انه مش الرجل المناسب في المكان ده في الوقت ده. فكان لازم يحصل تغير جذري في إدارة الشركة، وإلا شركة فورد كان قدامها سنة ونص تقريبا وتشهر إفلاسها. راح ساعتها بيل فورد وقعد مع مدير الـ HR في الشركة علشان يشوفوا ممكن يجيبوا مين يمسك الإدارة. هنا لقينا الرجل بتاع الـ HR كان مجهز كده ورقة فيها كام اسم لشخصية ممكن تيجي تمسك شركة فورد، وكان أول شخصية والأسهل في الوقت ده كان اللبناني كارلوس غصن. ليه كان الأهم والأسهل، يعني أسهل اختيار ممكن يفكروا فيه في الوقت ده؟ لأن كارلوس غصن كان نجم، يعني كان نجم شركات السيارات في الوقت ده، المدير الشاب اللي قدر في سنة تقريبا ان هو يعمل معجزة مع شركة نيسان. بيل فورد يا سيدي قال له تمام، روح واعرض عليه بس ما تعرضش منصب المدير التنفيذي، لا اعرض عليه الاول منصب مدير العمليات مع وعد ان هو ممكن يترقى الى منصب المدير التنفيذي للشركة. صاحبنا بتاع الـ HR كان عنده نظرة كده في كارلوس غصن، فقال له مش هيوافق، استحالة ده مش هيوافق إلا بأعلى منصب في الشركة، لكن على كل حال خلينا نجرب مش هنخسر حاجة. صاحبنا بتاع الـ HR قام واخد الطيارة وقام طالع على اليابان، وهناك في طوكيو في إحدى المطاعم اتقابل على كارلوس غصن. بيقول هنا بتاع الـ HR إن أول ما اتقابلنا لقيت ناس كتير جدا من اليابانيين بيجروا على كارلوس غصن، واللي يسلم عليه واللي يطلب توقيعه، يعني كان شخصية مشهورة، وهو فعلا كان كده لأنهم كانوا بيبصوا له إنه بطل وأنقذ علامة نيسان. المهم الراجل بتاع الـ HR اداله ظرف كده في العرض بتاع بيل فورد. كارلوس غصن بص في العرض ده وأما رجعه له تاني وقال له بص، بلغ بيل فورد ان كارلوس غصن ممكن يجي لك وينقذ الشركة شركة فورد، لكن بشرط واحد، ان انا ما بقاش مدير العمليات، لا انا هبقى المدير التنفيذي ورئيس الشركة، يعني المنصبين مع بعض. هنا لقينا بتاع الـ HR قال له الكلام ده استحالة، قال له بس انت بلغه. طلع فعلا اتصل بالتليفون قال له بص، يعني انا عندي خبر حلو وخبر وحش، الخبر الحلو ان كارلوس غصن معانا، الخبر الوحش ان هو عاوز المنصب بتاعك انت. ففكرة توظيف كارلوس غصن انتهت، وبدأوا ان هم يدوروا على المرشح اللي بعد كده. حاولوا بعد كده مع الالماني دايتر زيتشا اللي كان ماسك شركة كرايزلر في الوقت ده، وبعد كده ماسك شركة مرسيدس، لكن فشلوا. وحاولوا برضو مع وولفجانج برنهارد مدير التشغيل اللي كان شغال مع زيتشا في شركة كرايزلر، لكن برضو فشلوا. والقايمة دلوقتي كده بدأت ان هي تقصر بشكل كبير، ومش لاقيين حد كويس
ينقذ شركة فورد. لكن كان في اختيار كده بتاع الاتش ار مدكنه للآخر، علشان الاختيار ده ما كانش من مجال السيارات، كان من مجال الطائرات، وهو نائب المدير التنفيذي لشركة بوينج للطائرات، وهو ألان مولالي. ألان مولالي كان مشهور عنه في المجال في الوقت ده ان هو المنقذ بتاع شركة بوينج من الإفلاس، وفورد محتاجة حد ينقذها من الإفلاس، وممكن الأسلوب الإداري بتاع الراجل ده يمشي مع شركة فورد. بيل فورد يا سيدي أخد الاسم كده وبص عليه شوية وعمل سيرش أولي، فحس إن هو ده الرجل المناسب اللي هو فعلا محتاجه دلوقتي علشان ينقذ الشركة بتاعته. فقال بتاع الاتش ار سيب لنا الطلعة دي، وبالفعل بدأ إن هو يتواصل مع ألان مولالي علشان يجيبه شركة فورد. فجاب رقمه يا سيدي واتصل بيه، قاله بيل فورد معاك رئيس شركة فورد، واحنا كنا محتاجينك علشان تساعدنا في انقاذ شركة فورد. في اللحظة دي ألان مولالي ما كانش مصدق ان اللي معاه على التليفون ده يبقى بيل فورد، حفيد هنري فورد اللي عمل الايقونة الامريكية دي. يعني ده كان حاجة كبيرة قوي، وايه وعايزين مساعدتنا، ده الموضوع كبير قوي. فكان متحمس جدا للشغل في شركة فورد. ومن اللحظة دي يا سيدي بدأ ان هو يجمع كل المعلومات اللي تيجي قدامه عن قطاع صناعة السيارات، بدأ يجيب التقارير المالية لشركة فورد للسنوات اللي فاتت علشان يشوف الارقام بقى والعظمة اللي هو داخل عليها. لكن هنا كانت الصدمة الكبيرة، ايه ده؟ هي دي شركة فورد؟ دي شركة منتهية؟ لا 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 يا عم، خليني قاعد في شركة بوينج والطائرات والمجال اللي أنا بقيلي 37 سنة بشتغل فيه، لا لا خليني قاعد مكاني شركة فورد مش هتنفع خالص. بس في نفس الوقت برضو كان جواه حتة كده بتقول ايه، بتقول تخيل، يعني تخيل ان انت رحت لشركة فورد وقدرت تعمل فيها اللي عملته مع شركة بوينج، وطلعت الشركة على ايديك، ساعتها الناس هتفتكرك وتقول ان ألان مولالي هو اللي انقذ رموز الصناعة الامريكية شركة فورد وشركة بوينج من الافلاس، وهتبقى حاجة جامدة جدا. المهم يا سيدي راح وقابل بيل فورد وكان مجهز له بقى شوية اسئلة كتير، وبدون الدخول والتعمق في التفاصيل دي الاتنين لقيوا بعض ان دماغهم متناغمة جدا، وبيل فورد اعجب اكتر بألان مولالي، وخلاص يعني بعت له بقى الاتش ار، بدأوا الاتنين يقعدوا مع بعض علشان يتفقوا على العرض المالي والتفاصيل المادية والكلام ده. وبشكل كبير كان الرقم اللي هياخده ألان مولالي كبير جدا، يعني ما كانش يحلم بيه. بس هي المشكلة كلها انه ازاي هيخرج من شركة بوينج، يعني الكلام سهل لكن الفعل ما كانش سهل قوي. رجع ألان مولالي على شركة بوينج وتقابل هناك مع المدير التنفيذي للشركة وبلغه قراره ان هو هيروح وينقذ شركة فورد. فالمدير ده قال له انت مجنون، يعني ايه شركة منتهية وقدامها سنة سنتين وخلاص تنتهي وتفلس وتتباع كمان، انت هتروح تدمر مستقبلك هناك وتضيع تاريخك الكبير ده؟ الكلمتين دول بصراحة لعبوا في دماغ ألان مولالي، والتردد بقى بدأ ياكله. واستمر الوضع كده تقريبا كام شهر، في كلام رايح جاي ما بينه وما بين فورد وما بين بوينج. المهم في الآخر بدون الدخول في تفاصيل أكتر من كده، قبل واقتنع في الآخر ألان مولالي بقيادة شركة فورد، وهو عمره على فكرة دلوقتي 61 سنة، لكنه كان عاوز يبدأ مغامرة جديدة بعد ما فرطت في شركة بوينج كده بالساهل. وادينا شايفين يعني شركة بوينج بعد ما مشي ألان مولالي بقت عاملة ايه دلوقتي، بوينج بقت داخلة على الإفلاس هي كمان. طبعا انت هتسألني دلوقتي وتقول لي لا ثانية واحدة، يعني علشان ألان مولالي يحسم قراره وخلاص يروح يمسك الشغلانة دي، فأكيد العرض المالي ده كان كبير جدا، صح؟ احنا بقى عايزين نعرف العرض ده كان كام. شوف يا سيدي، العرض اللي اتقدم لألان مولالي كان 2 مليون دولار راتب سنوي أساسي، ملناش دعوة بيه، هو يمشي بيه حاله كده مصاريف الأولاد وكده يعني، وكمان هياخد مكافأة توقيع بقيمة 7.5 مليون دولار،
وهو قاعد كده، وهيدفعوا له الشرط الجزائي لما هيمشي من شركة بوينج 11 أو 10 مليون دولار عشان يسيبوه، وهياخد تقريبا أسهم بقيمة 28 مليون دولار للسنة دي، وإيجار أفخم المنازل لمدة سنتين، وطيارة توديه وتجيبه كل أسبوع علشان يروح يشوف عيلته في ولاية تانية. بس اوعى برضو تفتكر إن هي دي الأرقام اللي كان بياخدها ألان مولالي، لا خالص، ده في أرقام أكبر من كده بكتير جدا، ومكافآت سنوية وحوافز. هتعرف الأرقام دي إن شاء الله في آخر الحلقة، هقولك وهو ألان مولالي خارج من الشركة عمل قد ايه ثروة من الشركة دي. اول ما مسك ألان مولالي الشركة وشاف النظام جوه في شركة فورد، ليه ان السيستم كله عقيم من الداخل وعافى عليه الزمن، اجتماعات كتير بتتعمل ومفيش منها فايدة، ليه ان العمال خايفين ومحبطين، ليه ان في عدد كبير من اعضاء مجلس الادارة ما عندهمش اي مشكلة ان فورد تتفكك او تتباع لأي شركة تانية او تندمج معاها، ما عندهمش اي مشكلة خالص في الموضوع ده، ليه ان مفيش منتجات جديدة بتتعمل على مدار اخر 30 سنة مفيش تطوير في الشركة، وليه حاجة خطيرة جدا جدا لازم كلنا ناخد بالنا منها، ليه ان كل قسم من اقسام شركة فورد كان بيشتغل مع نفسه، اهم حاجة عند رئيس كل قسم من الاقسام دي هو نجاحه ومجده الشخصي بغض النظر عن نجاح باقي الأقسام أو نجاح الشركة كلها. ليه كمان إن شركة فورد تحت إيديها علامات كتير جدا وشركات سيارات هي مش عارفة تستفيد منها وبتخسرهم وبتحط خسارة سنوية على شركة فورد نفسها، زي إيه العلامات دي؟ زي جاكور مثلا، زي لاند روفر، زي فولفو، زي 33% من شركة مازدا، زي أستون مارتن، وعلامات كتير كانت شركة فورد بتسيطر عليها. حب كمان إن هو يشوف ويقارن كده ما بين سيارات فورد وسيارات المنافسين، فالطبيعي يعني الطبيعي ان شركة فورد يبقى عندها عدد من سيارات المنافسين عندها في المصانع بيتم دراستها علشان يعرفوا الفرق ما بينهم وما بين الباقي. فصاحبنا نزل للمخازن او المستودعات فبيسأل على السيارات، فما لقاش غير سيارة واحدة تقريبا من بتاعة المنافسين وشكرا، مفيش اي سيارات تانية. قال لهم ازاي؟ طيب انتوا ما بتدرسوش خالص المنافسين؟ انا مش عارف والله، يعني انا بقول لك الكلام ده انت هتقول لي انت بتتكلم على شركة فورد، اقول لك اه بتكلم على شركة فورد فعلا، وحاولت اتاكد من اغلب المعلومات دي لقيتها صحيحة، الدنيا كانت بايظة عندهم في فترة 2000 2001 2003 في الحتة دي. فساعتها ألان مولالي راح للمسؤول بتاع المخازن وقال له بص بقى ايه، انت تنزل تعمل شوبينج كده في معارض السيارات وتجيب لي عدد كبير جدا من سيارات المنافسين علشان ندرسها. لو مش كده وبس، ده امر كمان مديرينه ان هم يركبوا السيارات بتاعه المنافسين دي كل يوم وهم رايحين وجايين للشغل، بعد ما كانت الناس دي بتركب جاكور مثلا واستون مارتن ويلاند روفر، هيركبوا بقى بقيه العلامات التانيه، فلك أن تتخيل وضعهم كان عامل إزاي. عمل إيه تاني صاحبنا؟ أملغى مثلا الاجتماعات الفردية بتاعة الأقسام دي اللي هي مفيش منها أي فايدة، وعمل لهم اجتماع واحد أسبوعي لكل رؤساء أقسام الشركة كل يوم خميس الساعة 7 الصبح لمدة 2.5 ساعة أسبوعيا، كل واحد هيقدم تقرير عن التقدم اللي عمله الأسبوع اللي فات، تمام؟ وهو ما كانش عايز رغي كتير، أنا عايز التقدم بتاعك ده يبان لي في 3 ألوان، أحمر أصفر أخضر. أحمر يعني في مشكلة عندك في القسم ومفيش أي خطة لحلها، أصفر يعني في مشكلة وفي بداية تفكير لحلها لكن لسه مفيش تنفيذ بشكل كبير، أخضر يعني في بداية حلول شغالة وفي تنفيذ وفي بعض التقدم. مديرين الأقسام اتضايقوا جدا من الأسلوب ده، يعني كل واحد فيهم كان بيقول أولا أنا هو عاوزني أنا لوحدي اللي أتكلم، وأنا مش عارف كل المعلومات عن القسم بتاعي، وأنا عندي مساعدين ومستشارين، المفروض بقى إن الناس دي كلها تحضر معايا الاجتماع، وأول ما تسأل أي سؤال الناس دي كلها أو حد فيهم يطلع ويجاوب. وأول اجتماع فعلا اتعمل، لقينا كل رئيس قسم كان ساحب وراه كده ايه شوية مساعدين شايلين دفاتر ومستندات كتير وجاهزين للرد على اي سؤال. ساعتها ألان مولالي يعني رفض ان المساعدين دول يتكلموا، وقال هم رؤساء الاقسام فقط اللي يتكلموا، ولو مش عارف الاجابة الاسبوع ده روح ارجع واعرف الاجابة وتعالى للاسبوع اللي بعده واديني الاحصائيات كلها.
فكل واحد فيهم من اللحظة دي بدأ ان هو يهتم بكل تفصيلة في القسم بتاعه منعا للإحراج في الاجتماع القادم. وما كانش بس إحراج، كان ممكن يوصل الموضوع للطرد. أسبوع ورا التاني بدأت الاجتماعات دي تنتظم وبدأ الكل يفهم السيستم، وكان في شاشة عرض رئيسية في الاجتماع. الشاشة دي عليها مربعات كتير، كل مربع كان بيعبر تقريبا عن مشكلة معينة، وبالتأكيد كل المربعات دي كانت باللون الأحمر. ولمدة 5 أو 6 اجتماعات كان الكل بيحاول يحل المشاكل دي. كل الأقسام كانت قاعدة شايفة المشاكل قدامها. اللون الأحمر ده كان متعب جدا ومحرج جدا لرؤساء الأقسام. هنا سيدي كل قسم بدأ ان هو يشوف مشاكل القسم التاني ويقول الله، طيب ما انا ممكن اساعد ان انا احل مشكلة القسم التاني ده علشان نغير المشاكل كلها بتاعة الشركة. وفعلا بدأ كل قسم يساعد القسم اللي بعده. اجتماع في التاني بدأ اللون الأحمر ده يتحول شوية منه إلى اللون الأصفر. اجتماعين كمان بعد كده وبدأت الشاشة تقلب كده باللون الأخضر، وأغلب مشاكل شركة فورد اتحلت. وهو ده كان النجاح الأول لألان مولالي، إن شركة فورد تشتغل كلها مع بعضها بروح واحدة لهدف واحد. بعد كده يا سيدي نلاقي ألان مولالي يقرر ان هو يتخلص من كل علامات السيارات اللي فورد بتمتلكها، حتى انه باع علامة فولفو الى شركة جيلي الصينية اللي عملنا عنها حلقة قبل كده، ممكن تطلع فوق جنب علامة الاي هتلاقيها موجودة. كمان يا سيدي قام بتقليل القوى العاملة، قفل تقريبا 17 مصنع من مصانع فورد اللي ما كانش ليها لازمة وعاملة خسائر في الوقت ده. بدأ كمان السعي انه ياخد قرض ب 23 مليار علشان يركز فقط على تطوير سيارات فورد. كان الهدف ان سيارات فورد في كل فئاتها تكون هي الاولى. تفتكر كانت النتيجة ايه بقى؟ شوف، في السنة اللي مسك فيها ألان مولالي كانت التوقعات بتاعة الخسائر وصلت الى 17 مليار دولار، وحصل بالفعل الشركة خسرت الرقم ده تقريبا. السنة اللي بعدها الرقم ده قل الى 2.7 مليار دولار خسارة. السنة اللي بعدها كانت 2008، وده مش بإيده، كانت الأزمة المالية وخسرت شركة فورد 14 مليار دولار. لكن خلي بالك برضو الإجراءات اللي عملها ألان مولالي، لو ما كانش عملها او ما كانش جه ألان مولالي، فالأزمة المالية بتاعت 2008 كانت كفيلة ان شركة فورد تشهر افلاسها. لكن بسبب الاجراءات اللي عملها شركة فورد ما تقدمتش بطلب اي دعم مالي من الحكومة زي ما جنرال موتورز او كرايزلر عملوا. فظهر في الوقت ده ألان مولالي ان هو صاحب بصيرة كبيرة جدا، لما باع كمان العلامات اللي فورد كانت بتمتلكها وباعها بافضل الاسعار، وإلا كانت هتفضل معاهم وقت الأزمة بتاعت 2008 وكان سعرها هيكون بتراب الفلوس. لما الاقتصاد كمان بدأ ان هو يشم نفسه بس في 2009 فورد حققت أول مكسب من 9 سنوات، تقريبا مكسب 2.7 مليار دولار. السنة اللي بعدها 6 مليار دولار، السنة اللي بعدها 17 مليار دولار مكاسب، وفضلت من التاريخ ده بتحقق مكاسب فقط. نتيجة شغل الراجل ده ظهرت كمان على سعر سهم شركة فورد اللي ارتفع من 1 دولار في 2008 إلى أكتر من 17 دولار في 2014. رجعت مرة تانية شركة فورد للمرتبة التانية في مبيعات السيارات في أمريكا بعد ما كانت شركة تويوتا هي اللي واخدة المكانة دي. وكل ده كان بسبب رؤية ألان مولالي وإدارته لأزمة فورد. لما وصلنا بقى إلى سنة 2013 كان ألان مولالي وصل سنه 68 سنة، وكان شايف إن خلاص يعني عملت الهدف اللي أنا جاي علشانه، خليت أو أنقذت شركة فورد، ودلوقتي أصبحت الرجل الذي أنقذ أهم علامتين في تاريخ الصناعة الأمريكية، شركة بوينج للطائرات وفورد للسيارات. وجي الوقت بقى خلاص إن أنا أستريح شوية، وبالفعل يعني تقاعد وخرج من شركة فورد. وخرج بثروة قد ايه؟ علشان اقول لك في نهاية الحلقة، كانت ثروته في الوقت ده 300 مليون دولار
ثروة عملها من شغله في شركة فورد. لكن أول ما صاحبنا ساب الشركة وجي مكانه مدير جديد، بدأت الشركة في الهبوط تقريبا. المدير ده قعد سنتين، شافوا أن المدير ده مش كويس قوي فجابوا مدير جديد. الشركة قعدت تنهار لحد الشهر اللي فات، مغيرين المدير الثالث، والشركة بقى وضعها صعب جدا ويخوف، وبقى في تقارير كتير انها شوية ولو استمرت فورد بنفس الاسلوب ده فهي فعلا هتتعرض للإفلاس. حتى يعني احدى المؤشرات او العلامات اللي بتقول ان وضع فورد بقى مخيف دلوقتي هو امكانية فورد ان هي تاخد قروض. الامكانية دي ما بقتش سهلة زي الاول. يعني اخر تصنيف لديون شركة فورد ان هي علشان تاخد قرض دلوقتي فممكن تدفع 10% فايدة على اي فلوس تستلفها. من 7-8 شهور كانت بتدفع بس 3% 4%، دلوقتي 10%. فانت متخيل الوضع اللي وصلت ليه شركة فورد؟ فالواضح دلوقتي ان شركة فورد محتاجة شخص جديد زي ألان مولالي يرجعها مرة تانية، وإلا هيكون مصيرها الإفلاس في الفترة المقبلة. هل هيقدر يعمل كده المدير التنفيذي الجديد؟ الله أعلم، خلينا نشوف. وبس كده سيدي، دي كانت حكاية النهاردة، حكاية ألان مولالي مع شركة فورد. فلو عجبتك الحلقة أتمنى تعمل لايك وسبسكرايب واعمل شير لو فعلا شايف إن الحلقة مفيدة. وحاجة مهمة برضو حابين إن احنا نتكلم عنها في نهاية حلقة النهاردة، إن شركة إكس تي بي عاملة ندوة تحليلية عن تحليل أو توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة. الندوة إن شاء الله هتكون يوم 18 ديسمبر، والحضور هيكون مجاني تماما. تقدر تسجل من اللينك اللي هسيبه لك في وصف الحلقة، وان شاء الله تكون ندوة مفيدة وتقدر تستفيد منها. شكرا.